قضية اليوم يا جماعة كانت تعتبر أو ما زالت تعتبر واحدة من أبشع القضايا في تاريخ لوس أنجلوس كاليفورنيا، إن ما كان في تاريخ الحي اللي صارت فيه أصلاً القضية. وتخيلوا إنهم يشبهوا دي القضية بقضية بلاك داليو اللي أنا تكلمت عنها قبل كده، لو ما شفتوها شوفوها عندي. القضية حتكون سولفت، ولكن تحذير مني من جد، خروج الدم أو العنف الزايد أو التفاصيل المرة واضحة في طريقة القتل، إذا أنت ما يعجبك هذا النوع أو ما تقدر تسمعه، رجاءً اخرج برا الفيديو. لا تحط لايك ولا تحط ديسلايك، اخرج من الفيديو لأنه أنت أهم، الباقي تعالوا، لأنه قضية اليوم فيها مقومات كتير تعجبكم من ناحية التحقيق. Let's get into it. السلام عليكم everyone, welcome back to my channel. أنا لما لو تعرفوا قضية اليوم إيش اللي شدني فيها، الثمبنيل حقها في أحد الفيديوهات، وحتستغربوا الشيء ده ليش شدني أصلاً. فيلا خلينا ندخل في الفيديو، لأنه صراحة أنا مرة جيعانة وأنا بصور، وبيني وبينكم في قناة حق الطبخ صراحة كل الثمبنيلات حقتها تجوع ما شاء الله تبارك الله، اللي هي قناة هبة. هبة مقيمة في أمريكا وفتحت قناة بتنزل فيها وصفاتها. أنا أول ما شفت الثمبنيلات حقت القناة جعت، ويمكن أصلاً أنا كنت أوريدي جيعانة، زدت جعت زيادة الله يسامحها. بس حالات هبة إن هي مستمرة ما بتوقف ما شاء الله ورا بعض ورا بعض، وعندها كم فلوج كده سويته في أمريكا، عندها دحين 1000 وشي، ما احتاج أقول لكم إيش تسووا. ودحين يلا الفيديو. عندنا عائلة ليبل، الأم والأب في العائلة دي أغنياء. الأب يشتغل في مجال العقارات وطور بيوت كتير في كندا في تورونتو. بالنسبة للأم فهي وريثة لأحد شركات أو مصانع البلاستيك برضو في كندا. العائلة دي سواء من الأم أو من الأب فهم أغنياء. عندهم ولدين، كودي وبليك. كودي أكبر من بليك تقريبا يمكن نقول سنة. مرت السنين والأم والأب وصل فيهم المرحلة إنه ما يقدروا يكملوا مع بعض، فصار في انفصال هنا. بعد الانفصال كودي وبليك هم كمان انفصلوا. ما انفصلوا إنه ما يطيقوا بعض ولا متضاربين، لا، كودي الكبير عاش مع الأب وبليك الصغير عاش مع الأم، يعني انفصلوا الولدين مجرد انفصال الوالدين. لو شفتوا شوية كلامي غريب فأنا عشان لساني مجروح صراحة فماني مرتاحة. المهم تمشي السنين والأيام، كبروا الولدين، انتقلوا للوس أنجلوس كاليفورنيا، بلد مليانة مشاهير هوليوود وما إلى ذلك. كودي الولد الأكبر كان يحب إنه يطلع للناس كده، يطلع لهم إنه أنا هنا، يعني بالعربي كأنه يعيش جو المشاهير. وهو كان فعلا صديق لبعض المشاهير حقين هوليوود، يعني مثلا عندكم ليوناردو دي كابريو كان صديقه، توبي ماغواير اللي كان يعامل سلسلة سبايدر مان في البدايات، وغيرهم من السيلبرتيز، فكانوا أصحابه من المشاهير. حياته المهنية كانت يعني ما هي ناجحة كتير، بس كان يبغى يمشي على خطى والده، كان يبغى يكون صاحب مشاريع بالملايين وشركات وفعلا يعني كان يدخل يجرب في كل مشروع. من ضمن المشاريع دي اللي ما نجحت معاه كان يبغى يفتح زي استوديو للتسجيل، ما مطول فيه وقفله. جرب انه هو يفتح او يدخل زي في شراكة في احد الملاهي الليلية، يعني جرب يحط يده في كل مكان. تمام، هذه الزبدة لانه كودي مو هو المهم في القصة، لكن يعني كمعلومة سريعة. لكن كودي كان عنده هو والمشاهير دول اللي أنا قلت لكم عليهم دائرة، يعني أو كده زي مجموعة خاصة بلعبة القمار، كانت تسمى دائرة سرية. يعني أتوقع أنهم مسوين زي جروب سري يلعبوا قمار، مع أنه القمار هناك يعني عندهم عادي، بس الظاهر عند الجروب ده يعني القمار غير، ممكن بفلوس كبيرة. كودي كان يدخل بمبالغ كبيرة بس ترى ما كان يفوز، يعني مرة خسر مليون دولار في لعبة واحدة. مو هو المهم في قضية اليوم قد ما أخوه بليك الصغير هو المهم. بليك يعني من شرح الناس اللي شفت عندهم القصة تحسوا زي اللعبة مو ماما. الناس اللي حوالينه بيقولوا انه بليك لما تجلس تتكلم معاه تحس انه هو عبقري، يكلمك باسلوب تقول هذا عنده مخ، هذا بني آدم كويس، لكن في التنفيذ جدا سيء. يعني وصفوه بكلمة أصدقائه واللي حوالينه انه ما تعتمد عليه،
بليك لما راح للوس أنجلوس كاليفورنيا كان تفكيره انه نفسه يخرج افلام، فطبعا يعني كبني ادم زي ده انه انا عندي فلوس فيمديني اجرب واسوي اي شيء، وفعلا جرب واخرج احد الافلام اللي يسموها فيلم لو بادجت، قليل التكلفه، يعني بالعربي كده بيننا فيلم ابو كلب. الفيلم اخذ على احد المواقع حقت التقييم اللي هي IMDb اتوقع او IMDb شيء تقريبا 2.6، حتى وصفوا انه كويس انه جاب 2 حتى من كتر الفيلم جدا سيء، فما ضبطت معاه موضوع الافلام، فيبغى يشوف هو ايش يسوي. وبالعكس هذا شيء كويس، يعني اذا انت فشلت في شيء مو معناته نهايه الحياه، جرب ممكن تلاقي نفسك في اشياء تانية. لقى نفسه شاطر في شيء يسموه الروايات المصوره، زي ما وصفوا في الموضوع انه الروايات المصوره زيها زي الكوميكس، اللهم انها اطول لانه الروايه اطول ومفصله اكثر، فانت كانك بتقرا روايه، الفرق ايه؟ انها بصور مصورة قدامك مو بس كتابة. وفعلا عمل رواية كان اسم الرواية حقته سيندروم، يعني متلازمة، والرواية هذه هي اللي شدتني لقضية اليوم، مع انه في شيء تاني قدام حتعرفوه ممكن يشد على طول يسحبني سحب كده على طول، لكن اول شيء عرفته عندي القضية هي الرواية دي، مو لاني قرأتها، تعرفوا انا ما اقرأ كتب، غلافها شدني لسبب ما انه حسيتها كريبي. مفاجأة، الرواية دي نجحت مع بليك، حققت نجاح الرواية دي وعمل عليها إيفنت وجوها ناس وتصور، يعني أصلا باين عليه قديش هو مبسوط إنه أوه أخيرا أنا نجحت في شيء أخيرا. لكن كان في ناس مستغربة، الرواية عنيفة، يقال إنه قصة الرواية دي تتكلم عن طبيب غني كان يمسك السيريال كيلرز اللي هم قتلة متسلسلين، ويحاول إنه يعرف إيش الشر اللي في باله ومن فين بيجي، ويحاول إنه هو يعالجه. طرق العلاج عند الطبيب ده كانت عنيفة، تقطيع، كان فيها دماء كتير، وكله جرافيك، كل الصور اللي في الرواية دي جرافيك. إذا قلت لكم كلمة جرافيك قبل كده يعني المصورة عنيفة واضحة صريحة لها كذا معنى يعني، بس في النهاية كأني بقول لك شيء مرة مزعج وواضح وصريح ما هو مغبش. وصفا للصور كان مثلا في امرأة نايمة على السرير بدون ملابس، مقطوعة الرأس، وتحتها بركة من الدماء كده واضحة ومرسومة واضحة، أشخاص معلقين من أقدامهم و الدم اللي فيهم جف، يعني جثثهم ما فيها دم من كتر ما خلاص كل الدم طلع من جثثهم. ليه يا ابويا ليه؟ كمان غلاف الرواية نفسه لما تشوفه انت اول مرة ممكن يجي في بالك انه يتكلم عن العبقرية، عن العلم، لانه بالعادة الاشياء دي دائما يرمز لها بصورة المخ، لكن لما تيجي تركز فيها كويس دمية الطفل بدون جمجمة بس مخها طالع، خلي صورة الغلاف في بالك لا تنساها. تم نشر الرواية دي في 2010، فإحنا الآن نعتبر تكلمنا عن حياته المهنية، عن حياته مع أهله باختصار كده جدا شديد. الآن ندخل في حياته العاطفية. عام 2006 التقى بليك بامرأة اسمها أماندا. أماندا دي كانت موديل عرضت أزياء قبل، حبها وهي حبته، وفضلوا يتواعدوا لسنين إلين ما جاء 2011، يعني بعد ما نشر روايته، وتزوجوا هو وأماندا. من زوجه هو وأماندا كانت أماندا أوريدي حامل بطفلهم الأول. الناس شافت زواجهم الاثنين يعني تحسوا كده زواج النجوم هوليوود اللي هو بس حق الشهرة، إنه عارضة أزياء اتزوجت واحد كاتب روايات ومن ذا الكلام، بس ما كان له علاقة أبدا في الموضوع هذا كله، لا هو عادي حبوا بعض وتزوجوا. في خلال هذه الفترة الرواية حقت بليك ما كانت تجيب له الأرباح المطلوبة، فهنا هو محتاج مصدر دخل عشان دحين هو متزوج وعنده بيبي، فبرضه يحتاج انه هو يدعمهم. حتى لو كان غني بس هو برضه محتاج انه فلوس اكثر. هو كان اعتماده او فلوسه كلها كان يجيبها من امه، تقريبا كانت تعطيله في الشهر 18,000 دولار. ال 18,000 دولار هي اللي تعيشه. شاف انه الرواية ما بتجيب له فلوس كتير، طب انا ايش اسوي؟ الموضوع هذا زاد سوء بعد ما ام بليك اتوفت، ورث تقريبا عنها 1.1 مليون دولار، وشايف انه 1,000,000 دولار هذه تعتبر قليلة، لانه اوكي هي مليون صحية ما هي قليلة، بس هي المليون الوحيدة اللي عنده، ما عنده مصدر دخل تاني. ولا تنسوا
اللي قلته أول إنه هو كان عايش مع أمه، أمه تصرف عليه، فالأم دحين ماتت، لو الفلوس دي خلصت من فين يجيب فلوس تاني؟ أنا ما أعرف هو كيف كانت علاقته في أبوه، بس الواضح إنه ما كانت العلاقة ممتازة، لأنه قدام حنكتشف أشياء. بدل ما يفكر إنه إيش ممكن أعمل، أنا الآن عندي امرأة وطفل، لازم أشتغل، لازم يكون عندي مصدر دخل، ما فكر يشتغل زي بني آدم عادي حتى لو كان غني، ما فكر مثلا يطور الرواية دي عشان يخليها تنباع أكتر، ما فكر يعمل حملات إعلانية، لا، رفع دعوة ضد أبوه إنه أنت أخذت ممتلكات أمي بعد ما ماتت، والممتلكات دي أنا اللي أخذها المفروض مو أنت. المقصد من كده إنه بليك شايف إنه أنا اللي كنت عايش مع ماما، أنت سبتها، تركتها لكم فترة طويلة، أنا ما استغنيت عنها زي ما أنت استغنيت عنها، فالمفروض الأملاك دي ما تروح لك، مفروض تروح لي أنا. يعني هو كان كلامه منطقي لبعض الناس في إنه الأب والأم كانوا منفصلين لفترة مرة طويلة، فاللي ليش هو يأخذ ممتلكاتها، ليش الابن ما يأخذ، ولا هي عادي عندها، ولا هم كان برضو بينهم مودة، بس بليك شايف إنه هو أحق بالفلوس دي أو الممتلكات دي عن الأب، والممتلكات دي كانت بحدود 12 مليون دولار. لما رفع الدعوة دي ضد أبوه، المحكمة أعطت بليك فلوس، بس ما أعطته 12 كاملة، أعطته النص، 6 مليون فقط. وإذا تيجي تفكر فيها برضو 6 مليون ترى يعني مبلغ كبير كبير يعتبر، لكن بليك لا، زعلان، يبغى الـ 12 كاملة. زي ما ذكر المحكمة هي اللي رفضت تعطي بليك باقي الفلوس، لأنه عندها كذا سبب هي شايفته. أولا بليك ورث غير المليون وشي عن أمه الشقة اللي كانت لها في فلوريدا، والبيت اللي يقال بيت جدا فخم في كندا، فهي كتبت له الاثنين دولة زائد المليون وشي له، فهذه الحاجات كلها تعيش تمام. هو أول ما استلم البيتين على طول باعهم، يعني جاته فلوس كتير، فأنت عندك فلوس كتير زائد 6 مليون اللي أخذتها، إيش تبى تاني؟ خلاص المحكمة شافة إنه بليك ما هم أمه ولا موتها، بس حاطت أمه زي سبب. المحكمة يمكن شايفة شيء إحنا مو شايفينه، لأنه مثلاً قالوا له أنت قاعد تتكلم عن أمك وعن وأنت أصلاً ما حضرت جنازتها. هنا أصدقائه وقفوا معاه، قالوا بليك جداً متعلق في أمه، لا تنسوا إنه كبر معاها وكانت هي كل حياته، واضح انه ما كان اصلا يتواصل يمكن مع ابوه، ولا ما كان يروح يشوفه، والله اعلم، بس كانت امه هي كل شيء، فموتها بالنسبه له كان صدمه كبيره، ما يبغى حتى يروح للجنازه عشان ما يبغى يصدق ان هي راحت. في النهايه ده الشيء جوا النوايا، انت ما يمديك تقول هذا البني ادم كذاب ولا لا، انت ما تعرفه من جوا كيف في الحزن حقه. بس المحكمه ما زالت ما تبغى تعطي له باقي المبلغ، لانها شايفه انه هو همه الفلوس، والمشكله انه طب انت الحين يعتبر معك فلوس، فينها؟ إيش بتسوي فيها؟ ما راح شغلها، ما راح مثلا استثمر فيها، بتروح قاعدة في القمار. فاكرين السيركل اللي قلت لكم عليها حقت أخوه الكبير وزي كده، وهو دخل فيها. المهم كان بليك كل شوية ينط للمحكمة يبغى باقي فلوسه، والمحكمة ما ترد عليه. مع الأيام أصدقاء بليك بدأوا يبعدوا عنه وبدأوا يتجاهلوه. ليش؟ بيقولوا بليك يا جماعة بدأ يصير انفعالي، عصبي، ما يتعاشر، فهمتوا؟ اللي صار زي البزران، شفتوا الطفل الصغير لما ما تعطيله الشيء يجلس يبكي 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 ويصرخ، صح؟ بليك نفس الشيء صاير، لكن مو يبكي، يصرخ ويهزئ ويسبسب، يسبسب أصدقائه ويسبسب أي أحد حوالينه. بعدين تاني يوم يتصل فيهم يعتذر، أصحابه مشوله هي مرة مرتين، بعد كده قالوا خلاص لمتى، خلاص أنا ماني مجبور أتحملك يا بويا. المهم وصفوه بالعدواني، عشان كده بدأوا يبعدوا عنه. في نفس الوقت بليك كان في عادة ما يحب أحد يتركه لحاله، بمعنى أدق ما كان يحب يكون لحاله، يعني كان يعصب على أصحابه ومدري إيش، وفي نفس الوقت اللي لا تبعدوا عني. تعرفوا لو إنه هو كان مريض أو في فعلا عنده مرض أو عنده حالة نفسية كان ممكن الشيء ده يكون متفهم، بس هم ما قالوا إنه هو عنده حالة نفسية. تمشي السنين إلى ما نوصل لصيف عام 2015، يعني أوغست، فجأة بليك قام ساب أماندا في البيت ومشي، طلع سابها، ما عاد يبغاها. أماندا وقتها كانت حامل في شهرها الثامن في طفلهم الثاني، تخيلوا سابها ومشي ولا اهتم، يعني بالعربي انفصل عنها، بس ما اتطلقوا، كانوا لسه داخلين في امور الطلاق، ما اعرف من متى دخلوها بالضبط، بس يقال انه كانوا يعني بعدين انتهى فيهم المطاف انه بدأوا في اجراءات الطلاق، لكن انفصل عنها، سابها كده ومشي، خلاص انا ما عاد ابغاكي. البنت حامل وشهر ثامن والدنيا صيف وحر وما ادري ايش، انت ما عندك دم. تمشي الايام وفجأة الاخ بليك يتعرف على بنت جديدة، البنت دي
اسمها يانا، لكن بينادوها يانا لسهولة الاسم، يعني معناها كلها ألف بس حنديها يانا. يانا كانت أوكرانية. البنت دي يا جماعة يعني مخها كبير من النهاية، درست القانون واشتغلت في مكتب الضرائب في أوكرانيا، كانت مدعي عام هناك. أنا ما أعرف كيف، ما أفهم في الأمور دي بصراحة، بس البنت اشتغلت شغلانات يعني ضخمة. بعد كده كان عندها حلم إنه هي نفسها تصير مترجمة فورية، تعرف الإنجليش مرة كويس وتعرف الروسي، وبدأت أول محطة لها في لوس أنجلوس كاليفورنيا، المكان اللي تعرفت فيه على بليك. يانا معروف عنها يا جماعة إنها إنسانة مفعمة بالحيوية، يعني الكل يحبها، يعني دائما تبتسم، دائما ضحوكة، تحب تعيش حياتها، يعني إنسانة أي أحد حيحب إنه يكون عنده صديق زيها. بليك لما تعرف على يانا كان يدلعها مرة، كان يوديها رحلات للقوارب، كان يوديها رحلات فخمة، كان يجيب لها هدايا فخمة، حتى جاب لها مرة سيارة مرسيدس، اشترى شقة عشان يعيش معاها فيها. والأهم من ده كله إنه الاثنين كانوا يحبوا بعض. بليك قال ليانا إنه هو كان متزوج، يعني ما حب إنه هو يخبي عليها الشيء ده عشان هي ما تقول أوه أنت عندك دبل لايف اللي هي الحياة المزدوجة، متضحك علي ما أعرف إيش. بس هو قال لها إنه هو منفصل تماما ومطلق والزواج انتهى، بس في الحقيقة احنا نعرف انه هو ما انتهى، اجراءات الطلاق لسه كانت شغالة. بعد فترة جدا قصيرة من المواعدة بليك اتقدم لخطبة يانا، ويانا وافقت، والمفاجأة انه يانا كانت حامل، وبليك عنده طفل تاني كمان جاي في الطريق من زوجته اماندا الاولى، يعني الان هو عنده طفلين جايين في الطريق أبو العشوائية. يوم 3 من شهر ماي عام 2016 أخيرا يانا ولدت طفلتهم الأولى. يانا كانت طول عمرها حابة أن هي تكون أم، فكان بالنسبة لها أنه هي الآن عندها طفلة ومع زوج تحبه أو خطيب لأنه لسه ما تزوجه، وفي نفس الوقت يدلعها، فإيش بقى أكتر من كده. جدا سعيدة، طبعا كانت جدا جدا سعيدة حرفيا. على صعيد آخر بليك كان في عالم تاني تماما. بليك يا جماعة كان متوتر كثير لأنه حسب ما شافه في الرسائل اللي كانت بينه وبين أصحابه، يعني زي اللي بدأ يحس إنه هو حياته فوضى. أنا عندي زوجة لسه ما طلقتها، وفي نفس الوقت جايبالي بيبي جديد، وأريد أنا عندي بيبي من أول منها، ودحين أنا خاطب واحدة والواحدة دي جابت لي طفل. فهمتوا؟ زي اللي بدأ يستوعب التوتر اللي هو فيه، لكن مو هذا هو التوتر الوحيد اللي مخليه كده، في شيء تاني كان شاغل تفكيره. فاكرين أخوه كودي؟ مو قلت لكم هو في زي حلقة قمار وما قمار؟ أنا ما أعرف إيش اللي كان يصير في الحلقة دي بالضبط، بس بما إنها كانت سرية في ذاك الوقت معناته إنه كان فيها بتم أشياء يعني ممكن غير قانونية وأشياء إكسترا، الله أعلم. أتوقع أخوه كان متورط مع عصابة إنه في لعبة القمار، وزي اللي خايف إنه هم يهددوا أخوه في نفس الوقت ييجوا كمان له هو ويهددوا هو وزوجته وخطيبته وأطفاله. غير كده كودي زي ما كنا عارفين كان لاعب فاشل، فخسر فلوس بإمكانها أن تدخلهم الاثنين في حالة إفلاس. عرفتوا ليش في أشياء من الماضي حبيت أقولها؟ لأنه حيكون لها علاقة في المستقبل. فالمفروض بدال ما هو يجلس شوية يفكر ياخذ ويعطي، مثلا ممكن يكلم يانا يفضفض لها يطلب المساعدة، لا دخل نفسه في مأزق ثالث، أتعرف على امرأة ثالثة. الآن في حياته 3 نساء، زوجته الأولى أماندا اللي لسه ما طلقها، الثانية خطيبته يانا، والثالثة دي اسمها كونستانس، كانت بتشتغل معاه في الرواية، أتوقع كانت هي المسؤولة عن الرسوم. ما أدري إذا كونستانس كانت تعرف الفوضى اللي هو فيها عن أماندا ويانا. أتخيلوا أنه أشترى لكونستانس كمان شقة، حلو، في نفس الشارع اللي شاري فيه شقة ليانا، يعني يانا لو خرجت من المسكن اللي هي فيه وطالعت على راس الشارع المكان اللي ساكنة فيه كونستانس هناك. أبو الفوضى اللي انت فيها، كيف عندك الوقت انك تروح من هنا تروح لهنا؟ طبعا زي ما قلنا أماندا خلاص بطل يروح لها، بس عنده الآن يانا وعنده كونستانس، انت كيف عندك الوقت لدي ولدي؟ ايش شيء غريب. لكن الواضح يا جماعة انه كونستانس دي ما هي هينة، لان اللي ما يعرفوا بليك كونستانس دورت على رقم أماندا الزوجة الأولى ولقته. كيف ما نعرف، بس تعرفوا أنتوا لما بالذات الحريم يفتشوا يلاقوا الشيء. واتصلت فيها، تمام، عرفتها بنفسها وقالت لها على فكرة ترى في واحدة رقم 2 بعدك اللي هي يانا. يعني كونستانس عرفت عن يانا، بس هل عرفت من بليك
واللي عرفت كده ما ندري. لكن ليش يا كونستانس اتصلتي في أماندا تخبريها بده الشيء؟ قالوا كونستانس الواضح عليها كانت جدا غيورة، تسوي مشكلة وتطيحهم كلهم في بعض. في ناس وصلوا لأماندا أول ما هو تعرف على يانا، وصلوا لأماندا إن هو ترى على علاقة مع واحدة اسمها يانا، فتوقع أماندا عارفة أوريدي عن يانا. لكن كونستانس جد وأكدت الموضوع زيادة، وزي اللي شحنت أماندا، وأتخيلوا إنه الاثنين صار بينهم صحوبية جدا غريبة، والفكرة لحالها أصلا مرعبة. يبغوا يتخلصوا من يانا، يبوا يرحلوها من البلد. هو اللي انتو مفروض تركزوا على الشخص اللي قاعد يلعب فيكم اللي هو بليك، يسيب دي يروح لدي، يسيب دي يروح لدي، سايبينه هو وجايين عند اللي في النص. المشكلة يانا ما تعرف انه في كونستانس في الموضوع، ما تعرف يعني. هي كمان المفروض انه تتحد معاهم اذا يبوا كلهم يقلبوا عليه، فذاك شي تاني. بس تخيلوا دي اتصلت في دي عشان يقلبوا على دي، دي هبلة ودي أهبل منها إنها صدقتها ولا سمعت كلامها. إيش الفوضى اللي بحياته بني آدم ده؟ فكانت الفكرة إنهم ما يبغوا يؤذوها يعني، بس يبغوا إيه طلعوها من حياته. يانا المسكينة كانت عندها مشاكلها الشخصية لنفسها. يانا يا جماعة كانت يمكن دوبها نقول والدة لها أسبوعين حاجة زي كده. يانا ولدت قيصري فكانت تعبانة، كان بينها وبين بليك مشاكل. بليك زي ما قلت لكم كان عدواني، هذا الموضوع نعرفه من وقت أماندا أول زوجة. أترينو نفس الشيء كان يسويه في يانا. هو يعني في سبب رئيسي صراحة، اللي هو كان يطلب طلب من يانا، تمام، ويانا يعني لسه والدة وقيصري ما لها أسبوع، أسبوع ونص تقريبا، وكان يطلب منها طلب معين. يانا كانت تقول له لأ، فكان يعصب عليها، كان يسبسبها، وكان يقول لها حأتركك لو ما أعطتيني الشيء اللي أنا أبغاه، وكان يقول لها أوكي يلا باي أنا رايح لإمرأة تانية كده، كان يقول لها. طبعا هي كانت تحسب أنه هو بيتكلم من باب العصبية، بس هو كان من جد مع امرأة تانية اللي هي كونستانس. أتوقع فهمتوا إيش اللي كان ينطلب وإيش اللي قالت لا لأنه ما ينفع الآن. المهم في هذه المرحلة أم يانا اسمها أولغا جت لبيت يانا، البيت اللي عايشة فيه هي وبلاي، عشان تساعد بنتها. بنتها لسه والدة جديد وشوية تعبانة من موضوع القيصرية وأول طفل يعني، فالأم بتجلس جنب بنتها بتعلمها وبتساعدها. بليك كان يلوم يانا إنه الطفل هذا اللي جاء هو سبب مشاكلنا، انت صرتي تهتمي في الطفل وسايبتني وما بتهتمي فيه، انا البيبي انا اللي لازم تهتمي فيه. فأولغا ام يانا كانت بتقول ليانا يا بنتي اللي قاعد يصير هذا مو تمام، انت لازم تشوفي لك حل، ما ينفع المعامله اللي بيعاملك هي دي، مو على كيفه هو وقت ما يبغى مدري ايش، وقت ما يطلب منك ويهددك وما عارف ايه. كان اسلوبه جدا سيء يا جماعه، جدا جدا سيء. يانا كانت تقول لهم ما علي يا ماما انا مره احبه وكذا وهذا، وانا متحمل عادي، هذه فتره بسيطه يمكن عشان البيبي بعد كده حيتعدل. المسكينه ما تعرف انه في كونستانس. فاتوقع ان الام كانت تساعد، تيجي تساعد بنتها وبعدين تروح شقتها وهكذا عشان ما تتقل عليهم. هذه ما قالت بس كده اللي فهمته انا. واذا جاء في بالكم انه فعلا ليش ما تتركيها يانا، يعني انت ما انت مجبوره يا جماعه، احيانا مو دائما الناس اللي بتفكير بليك يكون اكبر غلط انك فجاه تسيبه او خطر انك تسيبه، لانه هو شايف في باله انه انا المسيطر انا متحكم في كل حاجه. فانت لما تبعد فجاه احيانا بتزبط، مش دائما يعني، انا بقول لكم احيانا بتزبط، بس احيانا يكون في باله الانتقام، ممكن يصير مترصد، ممكن يهدد، ممكن يعني ممكن يقلب تماما، عرفتوا يعني، ممكن الموضوع يصير للأسوأ. فيمكن يانا تبغى تترك بس بتستنى اللحظة المناسبة، أو يمكن هي شايفة أنه هذا الموضوع حيكون مؤقت وحيتصلح، فممكن هي ما قد شافته بالحالة دي فبتفكر أنه الحالة دي مؤقت وحتروح. تمر الأيام وفجأة يتصل بليك في يانا، يانا بتقوله فينك أتأخر، أنه مفروض أن الاثنين بيساعدوا بعض على البيبي. فقال لها تعالي خديني أنا في السجن. راحت أخذته دفعت له كفالة قيمتها 100,000 دولار، وطلعته وعرفت منه كان عليه اشتباه إنه اعتدى على امرأة. الامرأة دي كانت كونستانس البنت رقم 3. قلت لكم كونستانس دي شكلها مرة ما هي هينة. يانا بسبب هذا الموقف عرفت عن كونستانس، وعرفت إنه هو في علاقة مع كونستانس، وعرفت إنه هو شاري لها بيت وفي نفس الشارع، وعرفت كل شيء كان مخبي عنها. هنا يانا اكتفت وقالت له ما عاد أبغى أكمل معاك، شالت عفشها
وراحت لبيت أمها. بليك أنجن جنونه، لا وكيف وما أعرف إيش وما أباك تبعيد عني ولا تسيبيني. وآيانا طنشت لأنه خلاص أنت خاين وغشاش وكذاب و خلاص طفش يانا حرفيا رسائل واتصالات، أرجعي لي أنا آسف أنا مدري إيه، طب تعالي نتفاهم، طب الله يخليك، طب ما أعرف ملا بلا، ويتوسل يتوسل 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 زي ما كان يسوي لأصحابه. أولغا أم يانا بتقول إنه بعد ما يانا سابت بليك وجات عاشت مع أمها البنت تغيرت للأحسن، رجعت يانا القديمة اللي قلت لكم تحب تضحك وتمزح وكده. فالأم مرة كانت مبسوطة بالعكس ومرتاحة لبنتها، لكن يانا كانت معصبة برضو زعلانة الموضوع اللي صار معاها لأنه كانت مرة تحبه. تمشي الأيام إلين يوم 24 من شهر ماي عام 2016، يعني تقديرا كده هذا كله قاعد يصير بعد 3 أسابيع من ولادتها لطفلتهم، والخناقة اللي كانت تصير والعصبية اللي كانت فيها والعصبية اللي هو كان فيها وجاية أمها، كل هذا في خلال 3 أسابيع. فكانت 3 أسابيع جدا ضغط. كان بليك ما زال بيرسل لها رسائل تعالي ونتفاهم وأحبك وما أعرف إيش. فاللي عملته إنه خلت بنتها مع أمها وقالت لها خلي نونو معاكي حروح أشوفه وأرجع. المشكلة إنه كان نص ليل، فواضح إنه ممكن حترجع تاني يوم، يعني إلا ما تروح معاه يجلسوا يتفاهموا، إلا ما حتنام هناك وترجع لها الصباح. فأمها قالت لها لا تروحي، مو لازم سيبيه. فأنا قلت لها أنا بس حشوف إيش يبغى. المجمع اللي ساكن فيه بليك اللي هو أصلاً كان ساكن هو ويانا فيه، في كاميرات مراقبة من النوع اللي فيه سيكوريتي، يعني فيه نظام أمن. يانا وصلت عند بليك وكان في وقت متأخر في منتصف الليل، وهذه كاميرا المراقبة. جاء صباح يوم 24، يانا ما رجعت البيت، فالأم قالت أوكي، يعني قاعدوا أتكلموا أتناقشوا ونامت هناك. فالأم قالت تدقدق على يانا، تدقدق على يانا، ترسل لها رسائل، يانا ما بترد. فأكيد جاء في بال الأم إنه هي نايمة، لكن اليوم قاعد يمر ويانا أبدا لا ردت على الجوال ولا ردت على الرسائل. جدا الأم كانت متوترة. الأم راحت للشقة، والشقة ما كانت بعيدة، كانت قريبة. زي ما قلت أنا في البداية إنه المجمع ده مجمع كله كاميرات ونظام أمن، مو أي أحد حيدخل كده. فالأم تبى تدخل بس ما هي عارفة كيف، لازم أحد من جوا يفك لها الباب، يعني سواء بليك. المجمع أو المبنى اللي ساكن فيه بليك كان على الشارع، يعني أنت ماشي في الرصيف يمديك تشوف المبنى بكل وضوح والشبابيك كمان. فالأم وقفت هناك على الرصيف وشافت إنه في نافذة كانت مفتوحة، وقفت وقالت تنادي بليك بليك فك الباب، هذه أنا فك الباب. بليك راح للنافذة قفلها ومشي. هنا يجيك إحساس اللي أوبس. الأم لفت حوالين المجمع ده أو المبنى اللي هو كان عايش فيه الكومبلكس عموما، فزي كان في مكان يشبه الجراج كان في شخص طالع منه، فانفتح الباب. هي دخلت على طول، طلعت لين الشقة وقعدت تدقدق وترن الجرس ترن الجرس ترن الجرس، ما حد رد يفك الباب. فهي بتقول له بليك ترى أنا حرفيا شفتك وانت بتقفل الشباك، فك، أنا عارف ان انت جوا، مو راضي يفك الباب. قامت الأم هنا دقت على الشرطة، الشرطة قالوا لها انه يانا تعتبر ما هي ميسينج لانه ما مر عليها وقت، يعني نقدر نقول عنها ميسينج، ممكن ما تبى ترد، ممكن مثلا نايمة، انه اعطي شوية وقت. يقال هذا الكلام صار قبل الأم تروح لبيت بليك، لكن دحين دام تأكدت إنه بليك في البيت وما يبى يفتح لها الباب ولا يرد عليها، دقت على الشرطة للمرة الثانية، وأخيرا أقنعت شرطيين إنهم يجوا في الحال. فاكرين هرجة الويلنس تشيك اللي أنا قلت لكم إنه ممكن تكلم الشرطة تقول له بس أنا في فلان ما يرد وكده بس أبغى تطمنوا عليه؟ فهي الأم اتصلت أخيرا في الشرطة وأقنعتهم 2 منهم يجوا عشان يسووا الويلنس تشيك هذا على يانا. ما قالت مفقودة، قالت بس أبا تيجوا تطمنوا عليها. هذه حركة ذكية من الأم لأنه بتقول بنتي تعبانة لسه والدة من 3 أسابيع ولادة قيصرية، كان عندها مشكلة في القلب وخايفة يكون ما بترد عشان كده. فهنا جات الشرطة بسرعة. الشرطة جت ودقت دقت دقت على بليك. بليك من جوا الشقة كان بيقول لهم مين، فقالوا له إحنا الشرطة. قال لهم ايش تبغوا؟ قالوا له بس نبغى نطمن على يانا، فك الباب. قام فك الباب بس ما فكه كله، شفتوا الترباس ده او القفل ده اللي هو تقدر يمديك تفك الباب بس انه مو كامل، اللي يكون في الفنادق بالعادة، ايوه هذا اللي كان باين انه هو مقفل الباب وفتح بس للحد اللي يسمح له القفل هذا فيه. الشرطة قاعدة بتقول له احنا جايين بنطمن على يانا لانه عارفين ان هي تعبانة وكده، فبس لما ندخل نشوف نتأكد. قام قال لهم
ما عليكم، يا أنا نايمة وتعبانة وما فيها حد تيجي، ما تبى تكلم أحد. قالوا له طيب أوكي، بس نبغى ندخل نشوفها أو على الأقل نديها، يعني إنه أمها هنا وقاعدة تسأل عنها والبنت ما بترد لها فترة. فقال لهم لا لا ما تخافوا ما في شيء، هي بس ما تبغى، وقفل الباب. بعد ما قفل الباب الشرطة ما مشت بسرعة، فضلت واقفة شوية مع الأم على أمل إنه هو يفك الباب لأنهم قاعدين يحاولوا معاه. لما حسوا إنه ما في أمل إنه هو يدخلهم مشيوا، لأنه قالوا ما كان في أي مؤشر لشيء خطر. مع إنه فكرة إنه ما يدخلكم عشان ما تشوفوها وهو عارف إنه الأم موجودة وقاعدة تدقدق عليها وخايفة، وفكرة إنه ما فك لكم الباب حتى على الأخير، دخلكم حتى في الصالون، هذه لحالها مفروض ما تطمنكم، مفروض تخافوا هنا. الأم المسكينة ما عرفت إيش تسوي، خلاص ما عندها شيء تسوي. رجعت البيت قالت أوكي ممكن بنتي زعلانة متضايقة أو في شيء إلا ما حتتواصل معايا. لكن لما جاء يوم 26 الأم هنا اكتفت، قالت خلاص أنا عارفة إنه بنتي فيها شيء، مو معقول كده. وهنا كلمت الشرطة وراحت للبيت للمرة الثانية وقالت لهم لازم تدخلوا، لأنه كده البنت مو مرت 24 ساعة وهي مفقودة أكتر من يوم، فمفروض تشوفوا شغلكم، لأنه هي حتى ما بترد علي وهو ما يبغى يرد علي ولا بيقول لي هي فين. الشرطة راحت للمكتب الخاص بالعقار وأخذت المفتاح وفتحت باب الشقة، وكالعادة كان قافل الباب من جوا بالترباس، فكسروا ودخلوا البيت. لما تدخل قدامك يكون في زي صالة تجلس فيها، تمام، وفي جوه هناك في مطبخ وفي أشياء، هذا كله سيبكم منه ما لنا صلاح فيه. إحنا لنا في الجزئية اللي في الناحية اليسار في باب هو اللي يدخلك لغرف النوم، اللي هي غرفة النوم يسموها الجست بيدروم، غرفة نوم الضيوف، وفي غرفة النوم الرئيسية. الباب هذا اللي هو الحاجز للغرف دي كلها كان مقفول، والواضح انه في وراء عفش. المهم الباب هذا تحصن بطريقة انه الشخص اللي موجود ما يبغاك تفتحه ابدا، قاموا خلعوا الباب بمساميره واكتشفوا انه في مرتبة كانت ماسكة الباب من وراء. اول ما دخلوا للجست بيدروم او غرفة النوم الضيوف، المؤشرات اللي كانت هناك ما تبشر بالخير. طبعا كل اللي انا بقوله ده كده في ثواني، كله كده نظرة واحدة، بس لازم اتكلم بشويش عشان تدخلوا في الجو. غرفة نوم الضيوف فيها نقط دم عند مكان السرير، يعني غرفة النوم الرئيسية فيها شيء. الحمام فاضي ونظيف وما في ولا شيء. اتوجهوا لغرفة النوم الرئيسية اللي هو كان ينام فيها هو ويانا. غرفة النوم مقفلة، الشرطة قاعدة تدق تدق بتقول مين مكان جوا، اتكلم. الشرطة على بالها انه هو خاطفها وحابسها هنا، وفجأة يسمع صوت بليك هو اللي قاعد يرد، بيقول لهم انا ما حاخرج، لو خرجت انتوا حتضربوني، يعني بمعنى السياق انه يا حتضربوني يا حتمسكوني، اللي تبغاها حطها. فهم زي اللي اكيد حنمسكك، انت شايف في دم وفي ما اعرف ايش، والبنت لها كم يوم غايبه، يعني ما يبغى لها فكاكه. بس هم ما قالوا له كده، هم قالوا له لا احنا ما حنسوي شيء، احنا بنسال عن يانا، قل لنا فين يانا بس، ما نبغى شيء ثاني. قال لهم يانا ما هي موجوده، انا قلت لكم ما هي موجوده. فقالوا له طب فك الباب خلينا نتكلم، مو راضي يفك الباب. وهو جوا دق على المحامي حقه، في أماكن قالوا هذا المحاسب بس في أماكن أكتر قالوا هذا المحامي. مين مكان لنقل إنه المحامي جاله جري، حتى ظهر في كاميرات المراقبة هو بيجري. بليك يثق في الشخص ده كثير. الشخص ده لما وصل للبيت من وراء الباب كان بيحاول مع بليك إنه أخرج، ما حيسووا لك شيء، أخرج، يبغوا يتكلموا معاك تعال. بليك قال أوكي أنا موافق إن أنا أخرج أخيرا بعد ما طلع عينهم، قال حأخرج بس بشرط أبغى ملابس. فطلب من المحامي ده أو المحاسب مين مكان ما يهم انه جيب لي الملابس اللي في المكان الفلاني الفلاني. قام الشخص ده راح جاب له الملابس. الشرطة قالت دام اختار الملابس دي بالذات معناته فيها شيء، فما مشيت عليهم التمثيلية، عشان كده اخذوا الملابس وفتشوها ولقوا فيها جواز السفر حقه زائد 4000 دولار. الواضح انه كان يبغى يهرب. تم القاء القبض عليه وراح معاهم. إذا حتسألوا دحين إيش في جو غرفة النوم، فكانت يانا نايمة فوق السرير متغطية بغطاء ميكي ماوس أحمر، الواضح إنه جابه من غرفة بنته، ونايمة فوق المخدة عادي، يعني واحدة نايمة عادي جدا. جنبها كان في مخدة، والواضح على المخدة دي إنه آثار لسه حديثة إنه كان في شخص نايم هنا. بس لما تسمعوا الوصف اللي هقوله دحين هتقولوا كيف كان نايم جنبها.
يانا كان واضح عليها انها نايمة بسلام. لما انشادوا الغطاء عنها، سلام يسلم عليكم. البنت كانت بدون ملابس، الراس يانا كان الجزء العلوي منه مفقود، مسلوخ، ما في جلد، ما في لحم، كانت الجمجمة باينة. أنا حذرت من البداية إنه حيكون في جرافيك. واحد من حواجبها مهو موجود، في فتحة تقريبا من راسها إلين فكها. هذه الأماكن كلها مفقودة، يعني مو بس كده مجروحة، لا مشيولة. أذنها واحدة منهم مفقودة. لقوا الحاجب مرمي في الأرض جنب السرير. الشرطة مو قادرة تصدق المشهد اللي هي قاعدة تشوفه. الشيء العجيب إنه تحت جسم يانا ما في نقطة دم، الشرشف نظيف، في أجزاء من لحمها اللي مسلوخ موجودة في الأرض. إيش قاعد تسوي أنت؟ Since that body was discovered this morning, and as you can see right behind me, investigators are still on scene. We spoke with neighbors earlier about what they heard. Arguing, like screaming, but it wasn't a back and forth. It was just like a girl, like, I don't know, it was just crazy. It was very scary. Some people heard screaming, I guess. They didn't know exactly what it was. They thought it was music. Neighbors say there was a lot of commotion coming from the area of the condo complex where a woman was found Thursday, beaten to death inside her unit. Authorities say they initially responded to the building on Holloway Drive near La Cienega Boulevard around 11:30 a.m. after the victim's mother asked them to do a welfare check. ليه ده كله؟ وكيف كنت نايم جنبها؟ سرير له زي سندة ولا شيء على الجدار. كان هذا الدم الوحيد اللي موجود حوالين الجثة. طبعا بعد ما جو الخبراء والفنيين حقين الطب الشرعي ومسرح الجريمة، عرفوا انه بداية الهجوم كان في السرير في غرفة النوم من طريقة الدم. بس زي ما قلنا تحت الشرشف كان فاضي ما في دم، فلما انشالت جثة يانا شالوا الشرشف وعرفوا انه الماتريس اللي هي المرتبة نفسها كان فيها دم، بس الدم كله ناشف. يعني الشيء ده صار له يومين. عند تشريح جثة يانا اكتشفوا انه يانا مضروبة على راسها كذا ضربة، ويمكن هذه كانت بداية العراك او بداية المشكلة. لما وقفوا الاخصائيين في المسرح الجريمة بيقولوا الجريمة دي جدا وحشية، فيها السلخ وفيها وفيها وفيها، وفي أماكن مو طبيعي فيها اختفاء الدم، في دم كتير يعتبر نزل. وين الدم هذا كله؟ ليه ما له أثر؟ مهما نظفه مستحيل يكون نظفه بالطريقة دي. إذا كان بداية الهجوم هنا في السرير، الدم اللي نزل الكتير ده وين راح؟ كيف قدر يغسل جثتها كلها؟ يغسل؟ فاكرين لما الأم جابت الشرطة أول مرة ودقوا عليها وفكل لهم وقال لهم إنه يانا كويسة وما أعرف إيه وما تبى تيجي؟ الشرطة بتقول هنا سمعوا صوت موية جارية، والواضح إنه راح قفل الموية ورجع. اللي يخوفك إنه في دي الدقيقة وهو واقف معاهم والأم برا، شكوا إنه كان حاطط جثتها تحت الدش في ذاك الوقت عشان يغسلها من الدم. بس برضو عشان يشيلها من هنا لهنا في دم كتير لازم يكون طاح. وجود الدم في أماكن وفي أماكن لا، معناته إنه الدم اتمسح واتغطى في أماكن وأماكن لسه مو عارف كيف ينظفها، زي مثلا المرتبة. الحمام نظيف ما في نقطة دم فيه، ايش سويت فيها؟ وين راح دم البنت؟ تبوا تعرفوا هم ليش متأكدين من هذا الشيء؟ نسبة الدم اللي كانت في جسمها تعادل ملعقة صغيرة فقط اللي بقيت في جسمها. عارفين هذا ايش معناته؟ يعني يانا فضلت تنزف تنزف دمها إلين دمها جف إلين ما ماتت. بيقول ما في دم، ما في دم بيمشي فيها، ما في، دمها ناشف. الدم ده كله وين راح؟ ايش حنسوي هنا؟ لومينول، رشوا البيت كله باللومينول. اللي ما يعرف ايش هو اللومينول لسه جديد على الموضوع ده، اللومينول هي مادة تتفاعل مع الدم. نفترض انه مثلا وراي في الجدار هنا لا سمح الله في كان دم وانا مسحته، طيب انت مو شايف الدم، لكن اذا رشيت اللومينول وطفيت النور وشغلت نور معين، المكان حيتوهج انه هنا كان في دم وانا مسحته. فهمتوا؟ اثار الدم يطلعها اللومينول. فهم رشوا البيت كامل. Thank you.
عرفتي دحين الدم وين راح؟ أنا قاعدة أتخيل شكل الحمام كده، هو أبيض وكله أحمر كله دم، واضح إنه جر جثتها إلين وداها الحمام ونظفها وغسلها ورجعها ده. طبعا دحين إحنا وإنتوا وهم كلهم عارفين إنه هو اللي سواها وهو اللي متورط وخلاص انتهينا، بس لازم في المحكمة لما تقدم القضية تقدمها كاملة بكل شيء فيها، لأنه ممكن يقول لك أوه مو هو اللي سوى، هل في دليل على إنه هو اللي سواها؟ فلازم يقدموا كل شيء. فقالوا دام نظف المكان معناته أستخدم كثير مواد للتنظيف، بس وينها؟ كل القمامة نظيفة، وين الأشياء اللي مسح فيها؟ طلعوا برا الشقة واكتشفوا إنه الباب اللي جنب باب الشقة على طول هي مكب نفايات اللي قد ذكرناه قبل كده في قصة فيبي لو تتذكروا. فلقوا الدولاب اللي ترمي فيه الكيس، والكيس يتزحلق إلين تحت ينرمي في حاوية كبيرة. جريوا بسرعة تحت عشان يلحقوا إنه لتكون الحاوية دي اتخلصوا منها خلاص، لكن المفاجأة إنه طلعت الأكياس موجودة فيها. طلعوا 11 كيس في أدلة، من ضمنها الملابس حقتها، من ضمنها الأشياء اللي مسح فيها، من ضمنها أدوات التنظيف اللي استخدمها، وبعض أجزاء من جسد ديانا، من ضمنهم الإذن اللي كانت مفقودة. تعرفوا لما خرج من الغرفة ومسكوه قالوا له كيف ماتت يانا؟ قام طالع كده في يانا وقال لهم أنا ما كنت أعرف إنها ميتة، أنا حسبها نايمة عادي جنبي. بعدين قال لهم شوفوا مين اللي قتلها وخلي العلم يساعدكم. ليش أحس باستحقار في كلامه؟ وقت المحاكمة عرفوا إنه هو استخدم جوال يانا في فترة من الفترات بعد الجريمة، تمام، أو في جزء من نص الجريمة، وطلب أكل وتطبيق وأعطى للمندوب إيش يسوي، فين يحط الأكل وهو يجي يستلمه، واو. تخيل الوقت ده اللي هو طلب فيه الأكل يانا كانت بتنزف. يانا كانت حية وقت ما تم سلخ راسها، بس ما كانت تقريبا بوعيها، لأنه لا تنسوا أنه إيه خبطها راسها. كيف عند أهلك نفس تاكل وانت لسه مسوي شيء بشع زي كده؟ والمصيبة مو مرة واحدة، كذا مرة طلب أكل وقاعد يأكل عادي. ايوه شفت انت السبسبه اللي في فمك دحين، شفت انت القهر بالضبط، هذا اللي انا فيه الان. قالوا في احتمال انه يكون استخدم جوال يانا عشان ان يعني، وسالوه فين يانا وما اعرف ايش، وجو يشوفوا السجلات يعرفوا ان هي كانت حيه في ذا الوقت. وكمان في المحاكمه سالوا بليك، قالوا له الروايه حقتك سيندروم فاكرينها؟ لما شافوا الاشياء اللي جوا الروايه قالوا له انت استوحيت اللي انت سويته من الروايه؟ قام قال لهم لا ما لها صراحه الروايه، هذه بس افكار كانت تيجي في بالي، كنت اقرا كثير عن قتل المسلسلين وحطيتها في الروايه، ما لها اي صلاح في الجريمه. يانا ما كان في جسمها في دم، كانت جافه من الدم، وفي الروايه كان في امراه زي كده. يانا كانت نايمه على السرير وهي بملابس، وفي الروايه واحده زي كده. الروايه فيها الصوره دي اللي قلت لكم انت كروها كويس، كيف الراس مسلوخ، مو مسلوخ بس انه كيف المخ طالع، يشبه تقريبا اللي هو سواه فيها، غير انه في اشياء تتشابه سواها فيها تشبه الرواية. اخرة الموضوع يا جماعة تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وطبعا تم اتهامه بالقتل من الدرجة الاولى، ويليها اشياء كتير زي مثلا التشويه والتعذيب. طبعا بعد المحاكمة ام يانا كانت بتسمع هذا كله أكيد، كانت مستاءة إنه ما في ولا أحد جاب سيرة حفيدتها إنه إيش مصيرها، عشان كده رفعت دعوة على بليك إنه لازم يدفع مبلغ معين وقدره، قالوا بين 40-60 تقريبا مليون. هي رفعت عليه كذا شيء، ما نعرف هل هو حيدفع الأشياء دي أو حيقدر يدفعها أو لا، بس كمان الجدير بالذكر إنه ما في ولا أحد من أفراد عيلته ولا أصدقائه وافقوا إنهم يحضروا أي محاكمة له، ما عدا أخوه كودي كان الوحيد اللي يطلع دائما معاه في المحكمة، زائد زوجته الأولى اللي هي أماندا. كودي كان لسه يدعم أخوه وواقف مع أخوه كأي أخ حيوقف مع أخوه، ولكن ما كان يحب يتكلم مع الصحافة ولا يبقى يبان في التصوير حق المحكمة إنه هو جالس، ولا يبقى أحد يسأله أي شيء. وأنا متفهمة صراحة موقفه وموقف العيلة لأنهم متفشلين منه. أماندا زوجته الأولى صح إنها كانت تكره يانا، مع إنه يانا ما لها ذنب، اللي تعرفه يعني انه هو مطلق، لكن جدا اماندا ضايقت لما عرفت اللي سواه فيانا، ما كانت تتوقع النتيجه هذه. في نفس الوقت
أماندا قطعت علاقتها في كونستانس اللي هي البنت رقم 3 لأنه حست إنه كونستانس هتشكل خطر. وأنا قايلت لكم كونستانس واضح عليها أن هي أبدا ما هي هنا. طبعا انتهت المحاكمة وكل شيء كان في 2018. يقال السبب اللي خلاه يسوي كده تمام ما ذكروا انه هذا الشيء قاله هو بلسانه، لكن نقدر نقول انه هذه توقعات اللي هي الغيرة الشديدة بانها ما تهتم فيه وتهتم في الطفل فقط، وانه كان حاسس انه فقد السيطرة عليها لما سابته ومشيت. عرفتوا ليش قلت لكم احيانا مو دائما يكون اسوأ حل مع الاشكال هذه انك تسيبها وتمشي لانها تقلب، وهذا اللي سواه بليك. يبقى يحس بالسيطره قام سوى الشيء الشنيع ده. ما اعرف ايش اللي خلاه يوصل لمرحله انه يشوه جثتها. هذه كانت قصه بليك ليبل، عشان كده قارنوها ب The Black Dahlia. وعلى فكرة أنا الآن بكلمكم بدون كاميرا لأن الكاميرا فصلت وأنا بصور. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة دخول العام الجديد 2024. الله يكتب لكم يا رب الرزق والنجاح والتوفيق. إيش أكتر شيء استغربتوا منه في هذه القضية؟ مساحتكم في الكومنتات تحت. See you guys later. Bye bye.